الالتزام بارشادات السلامه العامه في كافه الظروف والمواقع اصبحت حاجه مهمه وضروريه وفي فصل الصيف تزداد رحلات السفر التي تتطلب اتباع الارشادات التوعويه التي, تنتج التي تنشرها شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه في هذا المجال في اطار تنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخطه الوطنيه لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنه بحريننا بدات شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه تنفيذ مبادره البحرين معك من خلال قائمه من ارشادات السفر التي تعزز امن وسلامه المواطن وترسخ لديه العديد من القيم الوطنيه من بينها الانتماء والولاء والفخر والمواطنه الصالحه. تشارك شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه في مبادره بحريننا لتعزيز الانتماء الوطني والهويه البحرينيه وترسيخ قيم الوطن، شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه تستقبل اعداد كبيره من المسافرين خلال فتره موسم الصيف، وتم اعداد خطه مسبقه لضمان انسيابيه حركه المسافرين القادمين والخارجين من مملكه البحرين، وتم وضع ارشادات وتعليمات قبل السفر اللي هي ان يتاكد من صلاحيه جواز السفر، ويتاكد من البلد اللي بيروح له هل يحتاج الى تاشيره مسبقه او يحصل عليها للوصول ودائما يتواجد قبل فتره زمنيه كافيه في المطار وعدم اخذ اي اداء او قرض من اي شخص مجهول الهويه وبعد ما يوصل للبلد اللي راح يتوجه له يحترم قوانينهم وانظمتهم وعاداتهم وتقاليدهم وعدم الدخول في حوارات مع اشخاص مجهولين الهويه لكي لا يكون ضحيه ناس او جريمه احتيال او سرقه وقد اعدت شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه اللوحات التوعويه اللازمه بكافه منافذ مملكه البحرين بما يضمن الوصول الى اكبر عدد من المواطنين المسافرين الى خارج البلاد خاصه مع بدء فصل الصيف وزياده حركه السفر وتاتي مبادره البحرين معك كاليه تنفيذيه للحفاظ على الهويه البحرينيه والقيم الراسخه في المجتمع البحريني قولا وعملا تشهد منافذ مملكة البحرين خلال هذه الفترة زيادة في كثافة حركة المسافرين وذلك تزامنا مع بدء الإجازة الصيفية واللي تتطلب تكثيف الجهود وزيادة التنسيق ووضع الخطط الأمنية الكفيلة بإنهاء إجراءات المسافرين بالوقت المحدد طبعا تأتي, هاي تأتي هذه الخطط بناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية وعليه فأن الإدارة العامة لأمن المنافذ من خلال مديرياتها المتمثلة في مديرية شرطة جسر الملك فهد ومديرية شرطة مطار البحرين الدولي ومديرية شرطة الموانئ البحرية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتعزيز أمن الوطن والتي تسهم في توفير السلام لمنافذ المملكة ومرتديها من المسافرين والزوار وتم اتخاذ هذه الاجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقه التي لها علاقه بحركه السفر، طبعا جهات حكوميه وجهات غير حكوميه بما فيهم الاخوه الاشقاء بالجانب السعودي بجسر الملك فهد، ونظرا لزياده حركه السفر عن طريق المنفذ الجوي فان من الضروري حضور المسافرين الى مبنى المطار قبل وقت كافي من موعد اقلاع الرحله. ومن الضروري ايضا التاكد من صلاحيه وثائق السفر والاحتفاظ بنسخ منها لاستخدامها في حال الطوارئ يبقى امن وسلامه المسافرين مسؤوليه تقع على عاتق المسافر بالدرجه الاولى اثناء سفره بالتزامه بالقوانين والانظمه المعمول بها وتمثيله بلده افضل تمثيل معززا بذلك قيم الولاء والانتماء الوطني